مرحبا بيكم في الفقرة الأخيرة والسوشيال ميديا، الفقرة اللي بيبقى من خلالها بنقدر إن احنا نتواصل مع حضراتكم، عشان كده هي بتبقى فقرة محببة عندي أنا وكريم. أكيد النهاردة كنا بنقول لكم يعني وجهوا رسالة الموسيماني بعد طبعا تتويجه بأفضل مدرب للأندية في إفريقيا 2021. ناس كتير قوي بعتوا على فكرة، ده عاجبني جدا. نبدأ وده جانب بس، ده مجرد جزء، ده جزء كتير كمان صحيح طبعا. نبدأ بالأستاذ هاني دعشوش. هاني على فكرة هاني دعشوش من أبرز المتابعين، بيقول ألف مليون مبروك واللي جاي أحسن بكتير إن شاء الله، ومنتظرين منك كأس العالم للأندية بفارغ الصبر. الجنرال بيقول مع الأهلي وبالأهلي أنت الكسبان، الأهلي هو من يصنع النجوم ويحقق الأحلام، استمر في الإنجازات في دولة السعادة الأهلي، دولة السعادة الأهلي. ماشي صباحكم بيضحك، حلوة صباحكم بيضحك. ماضي ماضي استمر أنت الأفضل. السيد محمد هيبة بيقول صباح خير عليك يا كابتن كريم، موسيماني أفضل مدرب في مصر حتى الآن. ومحمد حسن بنقول له يا بيتسو عايزين كاس السوبر إن شاء الله. هو ده. علاء بيقول congratulations and we wish you more success، مبروك ونتمنى لك مزيد من النجاح. شاكر محمد بيقول له حضرتك مدرب كبير وذكي وبتعرف تدير المباراة بشكل جيد جدا فنيا وتكتيكيا، ممتع، ننتظر منك المزيد. انا بقعد اتفرج على الماتش بركز في الجمل والناحية الفنية، كوني عاشق للتحليل ونفسي اطلع محلل، لا جمل تدرس بمعنى الكلمة، أنت تستحق الجايزة وبننتظر منك السوبر الإفريقي إن شاء الله. حلو ده. أحمد اللبداني بيقول مساء الخير والسعادة والأمل، موسيماني هو أفضل مدرب إفريقي ويستاهل كل خير، والقادم أفضل مع الأهلي الكل في العالمية يا رب إن شاء الله. عمروفيتش بيقول مبروك للموس الجايزة، ودي طبيعة الحال لأي حد بيشتغل في النادي الأهلي. محمد عبد الفتاح بيقول صباح الورد الأحمر الأهلاوي، الأهلي يا فندم طبيعي جدا يبقى نمبر 1، وإن في الأهلي كل حاجة نمبر 1، مدرب ولاعب ورئيس ومذيع وقناة كله نمبر 1، الأهلي لا يعرف في الأرقام إلا رقم 1. صباح الفل، صباح العسل. سلمى بتقول صباح الخير عليك يا كابتن كريم، موسيماني هو أفضل مدرب إفريقي. حلو المشاركة النسائية برضه، أنا بحب كده جدا. محمد علام بيقول كابتن موسيماني كونجراتوليشنز، وبسمله محمد اكيد لازم نبارك له، اي مدرب بيدرب الاهلي لازم يكسب، بس عايزين نقول له السوبر يا موس. مارو لوف بيقول يستحقها بجداره، موسيماني مدرب متميز وذكي ذو شخصيه قويه فنيا، دماغه كلها كوره، مدرب تكتيكي شغل واضح في الملعب بجمل رائعه وثنائيات بين اللاعبين، كمان طور من اداء اللاعبين، منتظرين منه كل البطولات القادمه، النادي الاهلي فوق الجميع. على فكره كل اللي حضراتكم بعتوه ده بجد احنا هنبلغ كابتن باتسو موسيماني، ده وعد مني حتى ان احنا نبلغه عشان يقرا بنفسه الكلام الحلو ده، حتى يترجم له، واحنا حتى نترجم له كلمه، وهيفرح جدا بالتشجيعات اللي حضراتكم. بس هنقول له يا موس دي هنترجمها له ازاي؟ يا موس ما اعرفش يعني. عماد ابراهيم اكتفى بصوره لي وقال ذا بيست. شروق الراوي بتقول الف مبروك يا بيتسو، والقادم افضل ان شاء الله، واثقين فيك ان انت ان شاء الله هتخلي الاهلي يتوج بكل البطولات. ابو ابراهيم بفضل نادي الاهلي اخذ الجائزه، كويس، هو بيتكلم يعني ان هو مدرب رائع بس بفضل النادي الاهلي برضه. حماده خضراء ابو مريم اقول له انت افضل مدرب داخل القاره، واحد من افضل مدربين العالم، وعليت جوده اللعيبه وبتبدا هايل جدا، بس هي نقطه محتاج التغييرات تبقى بدري شويه، حتى لو لاعب مكان لاعب للتنشيط والتشكيل والفرقه. ايمن بيقول مبروك تستحقها، استمر ونحن خلفك لمزيد من البطولات لاعظم نادي في الكون. ام احمد عايزين كوره حلوه مع الاهلي وكمان السوبر باذن الله. وطارق موسى، على فكره طارق موسى برضو من الناس اللي بتبعت كتير، الف مليون مبروك للمدير الفني باتسو موسيماني، واللي جاي احسن قوي ويحصد البطولات. حسام رجب بيقول بيتسو ان شاء الله هيكتب تاريخ جديد لنفسه مع اعظم نادي في الكون. وابراهيم بيقول الف مبروك يا موس تستحقها لانك الافضل في القاره. الموس بقى النيك نيم بتاعه. بالظبط خلاص، ده من اول ما جه على فكره. والله. خالد علي واصل على نفس الدرب، وسوف نضعك معنا على القمه لاننا الاهلي لي بعاشق. تمام. الشلبي السيد بيقول بالفعل يستحق يكون افضل مدرب افريقي. خلي بالك بقى الموضوع اتصعد جامد، ومشارك أيوة. معانا المهاجم عبده سمير زهران مشارك معانا بنفسه، بيقول الف مليون مبروك يا موس تستحقها لانك مدرب ذكي، واللي جاي احسن ان شاء الله، وتحصد بطولات كثيره، اهلاوي وافتخر. علاء مصطفى بيقول استمر دايما مستر موسيماني، كلنا كجماهير الاهلي وراك وبندعمك بقوه وبننتظر منك المزيد من البطولات
بطولات للمارد الأحمر. أحمد أبو يوسف مبروك يا موس، عقبال مزيد من الإنجازات مع الأهلي. شاهين بكر، أستاذ شاهين برضو من الناس اللي بتتابع على طول على فكرة 10 الصبح في الأهلي. صباح الورد على أحلى برنامج صباحي، وصباح الفل على أحلى مقدمين أستاذنا هوند أستاذ كريم. طبعا موسيماني يستحق الجائزة عن جدارة بعد اللي حققه مع الأهلي على مدار العام. ألف مليون مبروك يا موس، وعايزين السوبر الأفريقي بإذن الله. محمد الدغيدي بيقول إلى السير بيتس وموسيماني، استمر أمامك الفرصة لتحقق الأفضل في مسيرتك التدريبية مع نادي القرن الافريقي. هاني دعدوت، هو ده متكرر ولا بيتهيألي؟ كان اول حد عندنا. احنا قلنا خلاص التعليق بتاع هاني دعدوت. طيب كده السوشيال ميديا انتهت يعني، وبرده زي ما كريم كان بيقول هو ده جزء طبعا من اللي حضراتكم بتبعتوه، لكن بجد احنا سعداء جدا ان انتم يعني بتتواصلوا معانا، واعتقد موسيماني لما يشوف كمان كل الرسائل دي هيكون سعيد جدا. لازم دايما نكون في ظهر اكيد المدرب بتاعنا واللعيبه.